إيد بإيد سوا منعمر لبنان. الإسمنت أو الترابي من الصناعات الاستراتيجية يلي شكلت ثورة بفن العمارة، ومع صنع في لبنان رح نكتشف اليوم طريقة تصنيع الإسمنت والباتون أو الكونكريت، وكذلك صناعة الأحجار الإسمنتية بأحد مصانع الإسمنت 3 بلبنان. سبلين. تبدأ صناعة الإسمنت باستخراج ونقل المواد الخام من المقالع إلى أماكن التخزين ستوك، وذلك حسب نوع المواد. هالمواد بتتألف من نوعين أساسيين هن الحجر الكلسي والطين الجيري، إضافة إلى المواد البركانية توفيت وأكسيد الحديد والألومنيوم. عمر صناعة الإسمنت بلبنان أكثر من 60 عام. بدأت سبلين بإنتاج الإسمنت سنة 1987 خط الإنتاج الأول، وأنشأت توسعة بخط إنتاج ثاني سنة 1999. تفوق القدرة الإنتاجية لمصنع سبلين 1,350,000 طن سنوياً. الفحوصات بمختبرات سبلين بتصير بقسمين، قسم كيميائي وقسم فيزيوميكانيكي. بالقسم الكيميائي بيتم تحليل جميع العينات من المواد الأولية وكذلك للمواد بكافة مراحل الإنتاج. أما بالقسم الفيزيوميكانيكي بيتم دراسة الخصائص الفيزيائية للإسمنت بشكل عام، مثل نعومة الإسمنت، نسبة المي وغيرها من الخصائص. كما وبيتم الفحص الميكانيكي للترابي لمعرفة قدرة مقاومة الإسمنت للضغط العالي. كل هيدي التحاليل بتنعمل حتى نتأكد من جودة الإنتاج والمطابقة مع المعايير والمواصفات اللبنانية والعالمية. أما المواد الخام المستوردة بيتم التأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية يلي بتعتمدها سبلين، وتنقل من المرفق إلى مصنع سبلين يلي بيبعد 5 كيلومتر، وهالمواد تستعمل بالمرحلة الثانية من صناعة الإسمنت. حصلت شركة سبلين على شهادة ISO 9001 للنوعية سنة 2001، وشهادة مطابقة للصحة والسلام العامة ISO 18001 سنة 2016، وأنشأت برنامج للإدارة البيئية من سنة 2015 لسنة 2020 بالتوافق مع وزارة البيئة. سبلين كشركة تلتزم بجميع المعايير والمواصفات اللبنانية والعالمية اللي بتتعلق بالصحة والسلام العامة، اللي بتتعلق بالنوعية، واللي بتتعلق بالبيئة. نهتم كثيراً بالزراعة والتحريج، وقمنا في الفترة الماضية بزرع 95,000 شجرة ونبتة. بيتم نقل هالمواد الخام من أماكن التخزين بواسطة كاميونات مخصصة للكسارات ليتم تكسيرها إلى حبيبات صغيرة وإنتاج مزيج من المواد الأولية الخام، وذلك حسب الأنواع المطلوبة لإنتاج إسمنت ضمن المواصفات المحلية والعالمية. هالمزيج يخزن بأمكنة مخصصة لإله ليتم نقله بعد ذلك بواسطة قشط متحركة إلى مطاحن المواد الأولية. بعد عملية الرص والخلط تنقل المواد بالقشط إلى برج الحرق تمهيداً لدخول المواد للفرن الدوار لتجهيز ما يسمى بالكلينكر يلي بتكون تحت درجات حرارة عالية تقارب 1500 درجة مئوية. بعد تكون الكلينكر بيتم تبريده وإدخاله بالمرحلة الأخيرة بالمطحن الدوارة لتكوين الإسمنت. شركة ترابي سبلين بتأمن العمل لحوالي 500 شخص بشكل مباشر ولحوالي 800 شخص بشكل غير مباشر. من أولوياتنا صحة وسلامة العاملين لدينا، بالإضافة لتطويرهم عبر إجراء دورات تدريبية لكافة الأقسام على الصعيدين الشخصي والتقني. خلال الطحن النهائي تخلط المواد مع الجير ومع بعض المواد الإضافية للحصول على إسمنت جاهز للاستعمال ليتم تخزينه بصوامع الإسمنت. بانتهاء المرحلة الأخيرة صار عنا إسمنت جاهز للنقل بطريقتين، إما معبى بأكياس أو محمل بصهاريج. بالإضافة إلى إنتاج الإسمنت تنتج شركتنا 200,000 متر مكعب من البطون الجاهز سنوياً، وكذلك ننتج أحجار البطون العادي والخفيفة الوزن. أسست شركة سويمي لبنان البطون الجاهز سنة 1996 من قبل مهندسين إيطالية.
سنة 2004 تولت رابط سبلين الملكية الكاملة للشركة، وسنة 2011 قررت الشركة التوسع فأنشأت معمل بمنطقة البوشرية لإرضاء الزبائن ولتغطية منطقة شمال بيروت والضواحي. ومؤخراً سنة 2018 انشأنا معملين بمنطقة عوكر للبطون العادي والبطون الأبيض. البطون المصنع بشركتنا مطابق للمواصفات والمعايير الأوروبية والأمريكية. وبعد التعرف على صناعة الإسمنت والكونكريت، خلونا نتعرف على صناعة الأحجار الإسمنتية. بيتم تحضير خلطة من الإسمنت والرمل والبحص والمي لتنصب بالقوالب، ليتم من بعدها إنتاج أحجار إسمنتية إما خفيفة الوزن يلي بنضاف لها مركب بوليستيرين EPS أو أحجار عادية. بعد عملية الصب تنقل الأحجار إلى غرف معالجة لتجفيفها تحت درجات حرارة ورطوبة مناسبة. بيتم أخذ عينة من الأحجار للفحص بمختبر مجهز بأحدث المعدات للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية. بيتم من بعدها تخزينها وبتصير جاهزة للنقل والاستعمال. تأسس قسم مواد البناء بشركة ترابط سبلين سنة 2014، بيتضمن قسم لتضخيم البوليسترين المتصل بدوره بمعمل أوتوماتيكي لصناعة الأحجار. بينتج المعمل يومياً حوالي 50,000 حجر، منها أحجار إسمنتية خفيفة الوزن يلي بنضاف لها مركب البوليسترين EPS أو أحجار عادية أو عازلة. هالأحجار بتساعد على تخفيف الكلفة الإجمالية للبناء من تبريد وتدفئة. نساهم بجدية بالتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية، وذلك بتقديم المساعدات إلى المدارس والنوادي الرياضية والبلديات في المنطقة. نعتز بإنجازاتنا ومستمرين بتحسين إنتاجنا باستعمال أفضل التكنولوجيا. بفضل الإبداع الفكري وبراعة اليد العاملة، عم بتقدم الصناعة اللبنانية تحف إنتاجية استثنائية للعالم. ومثل ما المتحف بيحرس تاريخ لبنان وذاكرة شعبه، بتحفظ جدران الإسمنت متحف الوطن وروائعه الأثرية عبر العصور. كرمالك يا لبنان، كل منتجاتنا صنعة في لبنان. ما بيكفي تقول بحبك يا لبنان، بتحب لبنان؟ شجع صناعته. وبكل فخر، صنعة في لبنان. صنعة في لبنان رح يسلط الضوء كل أسبوع على تحفة جديدة من صناعتنا الوطنية. انطرونا.